يعني الحمد لله، وان شاء الله بيكرمنا في هذا الملف المهم. طيب نروح للمهندس أسامة كمال وزير بترول الأسبق. أولا مساء الخير سيادة الوزير على حضرتك. وزير بترول المهندس طارق الملا عامل جولات ميدانية عشان وكلامه كله على زيادة الإنتاج، اتفضل يا فندم. أهلا بيك، مساء الخير أستاذ أحمد عليك وعلى جمهورك. يمكن زي ما أنت شرحت في المقدمة أن أحد ثوابت الاستراتيجية في قطاع البترول هو دايما سد حاجة السوق المحلي من خلال الانتاج المحلي. نعم. ده احد الثوابت. نعم. الثابت الاخر هو تعظيم قيمة كل الموارد الطبيعية المتاحة في القطاع. غاز، بترول، ثروة معدنية، رملة، حجر جيري، فوسفات، اي حاجة. نعم. نجد ان هناك العديد من الدول لديها بعض الثروات الطبيعية وما بتقدرش تحقق منها اقصى قيمة مضافة. ويمكن انت وانت بتتكلم في المقدمة قلت بتروكيماويات. ايوة. فاحنا النهارده لما بنيجي نتكلم في هذه الثوابت تعظيم القيمه المضافه نجد ان احنا بنبص الغاز بتاعنا الموجود ده هل احنا النهارده نستخدمه استخدام الامثل ليه ولا هناك استخدام اكثر استفاده منه يحقق لك ميزه اكبر. نعم. ميزه سياسيه، ميزه اقتصاديه، ميزه ماليه جدا دلوقتي، مش كده؟ مش بس على فكره السعر مش هو المحرك الوحيد. حضرتك بتقول لي ميزه سياسيه، ميزه اقتصاديه، ميزه مزايا سياسيه، مزايا اقتصادية. نعم. مزايا صناعية. كل هذه مزايا تتحقق من خلال الفكر الاستراتيجي اللي الدولة بتنتهجه هذه الأيام بالحفاظ على ثرواتها وتعظيم القيمة المضافة منها. الوقت اللي احنا بنتكلم فيه وقت حرج جدا لأنه العالم النهاردة واقف على ضوافره في خصوص الطاقة، خاصة مع يعني قرب حلول فصل الشتاء في أوروبا يوم 1/9. الأزمة التي ما زالت يعني قائمة ما بين أوكرانيا وروسيا، واللي على ضوءها ابتدى يحصل شيء من العقوبات وثم رد من الناحية الثانية بتخفيض بعض الإنتاج، ده مخلي أسعار المنتجات البترولية والطاقة بوجه عام حاجة غريبة، يعني حاجة غالية جدا. بكلم صديق في ألمانيا النهاردة بقول له الدنيا عندكم أخبارها إيه؟ فالراجل قال لي سيئة جدا. ليه يا عمي سيئة جدا؟ قال لي أسعار الطاقة من شهر مارس اللي فات لحتى الآن زادت 350%. يا نهار أبيض. ومتوقع في خلال شهر سبتمبر تزيد 120% تاني. بلغوهم بهذا. ياي. يعني هم بلغوا الناس هناك بهذا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، مع ارتفاع درجات الحرارة اللي ما زالت لسه في أوروبا تشغيل التكييف بغرامة 1200 يورو. ففي يعني إجراءات حادة جدا لمواجهة هذا النقص في الإمدادات. فأنت لسه بمعزل عن العالم. نعم. ينبغي أن أنت في هذا التوقيت تبص تشوف الدنيا حواليك إيه. وزي ما حضرتك قلت وتفضلت في المقدمة، الحمد لله قوي كثيرا على اللي احنا فيه النهاردة، الحمد لله، لأنه الجهد الكبير اللي بذله قطاع البترول خلال الفترة الماضية بفضل الجهود أبنائه وقياداته على راسها الاخ الصديق العزيز المهندس طارق الملا، وبفضل الاستقرار السياسي اللي مصر بتتمتع به في هذا العصر في عصر الرئيس السيسي، لو لم يكن كل ده في منظومه واحده ما كنتش تقدر توصل النهارده ان يبقى عندك اكتفاء ذاتي، وما كانش الدول الاجنبيه دي تجي لك النهارده عشان تبتدي تفكر في انها تستورد منك كميات قد تكون صغيرة صحيح من الغاز، مش هي اللي هتكفيهم كلها، لكن بنقول ايه انها حاجات بتسد فجوات وبتسد ازمات. نعم. فالنهاردة انت في موقف جيد جدا بالنسبة لبعض الدول الاوروبية الكبرى. نعم. اللي هي فرص